هيام خاصك تصيفطي ريتاج عند بوشعيب يتواصل توصل المراهقة غيطمع فيها راجلك راه شي. هذيك اللي قالت لي يا هيام خاصك تصيفطي بنتك لشعيب، انا صيفطت لها الخرا، بنتي ملي غتجي المراهقة راه غنكري ليها بوحدها، غادي يكري ليها وغادي تسكن، غندير داكشي ديال الاوروبيين. انا راه ماشي بحال، انا راه ماشي بحال المغاربه. انا بنتي غدير 19 عام وغندير لها لاكارت، غنكري لها بوحدها، غنكري لها باركما، ثلاجتها، ماكينه الصابون ديالها، وغادي تقرا وغادي تعيش الحياه. انا تصحابيني بنتي غتكبر وغتخشى معايا ومع راجلي. لا اختي بنتي غتكبر غادي ندخل نكري ليها، ورايان ملي رايان هو اللي غيكبر الاول، رايان ملي غيكبر غيحكم اختو، راه عندنا راجل في الدار حبيبتي، رايان ملي غيكبر راه غادي يحكم اختو، غادي يحكمها وكل شيء. كوني هانية، راني عندي الرجال، راني والدة الدراري، وعاد امير غيكبر شوية تا هو. تصحابي انا بحال المغاربة، بحال ديك سعاد بنتها ترمت اكبر من ديال امها. ويلي شوفي علاش كيقول لك علاش الدول واسي ما غير الله يفهم محمد ا محمد علاش كيقول لك الدول المتقدمه فايتانا. اه بصح العقليه اللي عندهم بصح. البنت ملي كتدير 18 عام كدير لاكارت، خاص والديها يكريو لها بوحدهم، خاص والديها يكريو ليها. ما يمكنش انا بنتي ترمتها كبر من ترمتي وكدور قدام راجلي، ما يمكنش. انا ماشي بحال دوك الامهات، هذوك راه اميات. مثلا غير واحد السيده مشهوره في اليوتيوب ديما مضاربه هي وبنتها على راجلها ديما بلا ما نسمع. لا بنتها عندها ترمه وباها كيبقى يشوف فيها. لا بنتها عندها ترمه كبيره وباها كيبقى يشوف فيها، والام اه والام كتغير. واسي سير العرب بكبوتين. شوف 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 سمع سمعني سمع واسكتي سمع. سمع دراسه 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 في اوروبا، ماشي في اوروبا، في اوروبا دراسه في اوروبا كتقول ان البنت اللي كبرات خصها تكون بوحدها. سالينا دراسه في اوروبا تقول لك ان البنت اللي كبرت خصها تسكن بوحدها، لان الا كانت امها صغيره. شوف واحد الحاجه، الاب ما كيدورش بنته، علاش؟ ما كتكون واحد الغريزه ماشي بنته هاد كيهضر خاويه. انت سير كاين اللي استغثرت بنته. خويا سكت ما تدوش عليها باقي صغير. ما تدوش عليها بدون قوى العقل. ما دير القوى لان الشهوه هذيك راه دابا انت اش نقول لك، دابا انت عندك العقل ياك، ولا بانت لك شي ترمه واحده اخرى كتشوف فيها ما كتقولش راني مجوز، حيت محكمه فيك الشهوه وانت تخرى. وراه الواقع كيقول لك ان البنت الا كبرت خصها تسكن بوحدها، خاص والديها يكريو ليها، ما تسكنش معاهم في الدار، لان كتبغي تاخذ راحتها، كتبغي تعرى، كتبغي تحيد السوتيامات، كتبغي تبغض، كتبغي تلبس ترينكو الدور في الدار. راه البنت الا كبرت خصها تكريو ليها والديها. حنا كبرنا مع والديها معنا ما كنا كنا انت راه بو الوا راه كتهضر على البنات. صف صف عندك علاش جداد موضوع ديالك؟ علاش علاش؟ انا شوف انا انا ماشي عروضي، انا واحد الانسانه مثقفه كنصح الناس. واش غادي تضرب اليوم هذا؟ وراه دويت على الرعد، راه غادي تضرب في الرعد. شوف شوف انا واحد الانسان بقيت عطاو الرعد صافي تحسو قطيعه صافي. انا واحد الانسانه مثقفه جايبه عقليه ديال اوروبا كنصح الناس باش توعى، باش ما تبقاش عايشه في ذاك العصر ديال الجاهليه. حيت شحال من راجل واخا بنته كيبقى يشوف فيها، لان لان الرجال ما تيتحكموش في الشهوه ديالهم. شحال من راجل كيبغي مرتو بس كيخلق خدمه تما. شحال من راجل شحال من راجل كيبغي مرتو وكيخونها وتيبكي كيبقى فيه الحال. علاش؟ لان الغريزه محكمه فيه. خاصنا نكريو لبناتنا وولادنا، الا بنتك كبرات كري ليها.